هادي كتجيتا هي دو بيس بالقماش التحتاني هكا بالطرز وجليبة من الفوق. زوينة في المارو. هادي في صالة عادية البنات، هادي في صالة عادية ماشي في صالة مخزانية. اللي عاوتاني كتبغي في صالة العادية ما كتبغيهاش مخزانية. شوف شوفوا القميص من التحت بالطرز رباطي وفوق جليبة بحال هكا، تري سامبل وزوينة ما فيهاش قوت قوت شي حاجة، مي زوينة. كاينه البنات هاد لا كولور هاد لو غري، هاو شوفوا الطريزه طون سور طون في النوار. البلو روا هادو البنات يجيو طون سور طون. هذا لو فير او شوفوا لو فير او البنات، كاين بلو روا فونسي وكاين بلو روا كلير. ها نتوما شفتوا الفرق، هذا بلو روا فونسي وهذا البلو روا كلير، هذا بحال بلو جين بريسك بحال بلو جين. هذا البلو مارين بالبلو سيال. ها نتوما اجي راكم انا ديال واحد لا كوليكسيون يلاه وصلتني البارح. شفتوا هذا البلو بلو ماري وجا القميص ديالو في البلو سيال واللي ديات بلو سيال. شوفوا البنات اللي باقي بغات هاد لو موديل راه تانولا لا حول وصافي. شوفوا غزال هاد لو موديل حتى يحمق. شحال هذاك اللي درنا عليه 650 لو بري ديالو البنات 600 درهم في هاد القميص 650 باردون. شوفوا فيه الطرز شتو من الداخل من القميص الدخلاني وعلى برا. كاين هذا وكاين هذا، عطي واحد نوري لكم البنات يدركم راسكم يتاني على هذا. شوف هاد لي دو بيس تصوروا تصوروا البنات هذا شحال من واحد كان باغي. هذا راه تباع ب 1200 درهم 1300 درهم خو تباع 1200 1300 درهم. شوف دو بيس بالقميص التحتاني و طرز بالتنبات وفي لي مونش طرز بالتنبات ونازل بالخدمات المعلم. شوف صافي البنات هذا 850 درهم 850 درهم دو بيس. هذه باقيه وحده، هذه بقات وحده في هذا النيود كابوتشينو. شوفوا غزاله غزاله هذا لو موديل كيحمق. هذا عرفتي هذا الموديل طار طار، هذا ميم با 24 البنات هذا الموديل طرز رضيخ طار ما بقاش. هذا المردوخه البنات هذا الطرز المردوخ. هذا البنات شوفوا بقات غير وحده وحده ولكن داخلين بعد غدا ابري دو مال البنات غيكونوا عاوتاني لي كولور كلهم. بقات غير وحده 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 صافي جوج. هذا دو بياس بلا دونتيل من التحت. شوف هاد شوفوا هادو خطيرين هاد لي موديل لي ميور. انا بالنسبه ليا اللي دازو في رمضان كله هما هاد لي تخوا موديل. واحد راه غادي يدخل غدا ان شاء الله ما بقاش لي بالطرز كله من الصدر ومن الجليبات ومن لي مونش غيدخل بعد غدا ان شاء الله عاوتاني. صافي البنات هادو 850 درهم، هذاك ديال 900 هو اللي غادي يدخل ان شاء الله.